بسم الله الحمد لله. معنويات الشباب فل، يعني معنوية حديد ما شاء الله، يعني عندهم قوة بقوة الحق الذي يحمله، لأنهم يعرفوا من هم ومن هو عدوهم. قوتهم من قوة المبدأ الذي خرجوا من أجله، قوتهم من قوة الطريق الذي يسلكونها، قوتهم من قوة الحق الذي ينشدونه. ولهذا صاحب الحق تجده قوي دائما، والحمد لله معنوية حديد، بل مستعدين، يعني مثل ما قالوا هم بالنسبة لهم قالوا بعدهم. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يعجل بالنصر، والنصر قريب إن شاء الله. هؤلاء الأبطال مستعدون في كل جبهة وفي كل مكان، الحمد لله معنوية عالية، وإن شاء الله تبارك وتعالى من نصر إلى نصر، وإن غدا لناظره قريب. والله لو هكذا، حتى سمعنا شعار كثير من الشباب أن يقول بعدهم حتى خارج اليمن. والله لو جرف العدو بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع، لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من على قمم هذه الجبال الشامخة وجدنا مقاتلين من أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة، شامخون كشموخ هذه الجبال العالية، وقلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ما أجمل أن يكونوا كما قال الخليفة الرابع علي بن أبي طالب: ما أي يوم من الموت أفر، يوم أن قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. أخذوا هذا على عاتقهم وتقدموا وسيتقدموا، ولسان حالهم التحرير موعدنا. أما هذه الفئة الباغية المتمردة الإنقلابية، الحوثيون ومن ساندهم ووقف معهم، سواء كان أتباع السيء أو الزعيم، فهؤلاء أخشى أن يأتي اليوم الذي لا يجدون لهم موضع قدم حتى في بيوتهم، إن لم ينتهوا عن غيهم ويخرجوا من خطاياهم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا.